استاذ نشأت، في تعليمات من السيد الوزير انك تشرف على عمليات سحب اليانصيب مكان الموظف اللي اسمه راضي. حاضر يا فندم. وطبعا انت عارف باللي عمله. ايوه يا فندم. العمل ده حساس جدا، وارجو انك تحقق ثقة سيادة الوزير فيك. ان شاء الله يا فندم، حكون عند حسن ظنكم. في امر اداري نزل بكده، اتفضل استلم عملك. شكرا يا فندم. الاستاذ نشأت عبد الله جاي لكم، سلموا العمل فورا. ادخل. السحب جاهز يا سعاده البيه، تعليماتك بالنسبه للجائزه الاولى ايه؟ خد نقطه بالنمر دي واعمل حسابك الجائزه الاولى ما تخرجش عنها. من 86400 الى 86499. بس الاستاذ راضي لسه ما جاش. ولا يهمك، ادي محضر سحب ماضي الاستاذ راضي على بياض. اشتغل انت في معادك، هو يجي وقت ما يجي. اي اوامر تانية يا فندم؟ شكرا. عن اذن بيدك. السحب هيبتدي. الجائزة الأولى رقم 86455. أوف صح. السحب ده بطل. فين مندوب وزارة الشؤون؟ وأنت مالك؟ وأنا مالي إزاي؟ في سحب يتم من غير مندوب وزارة الشؤون؟ وأنت دخلك إيه؟ أنا مندوب الوزارة. إيه أهو. بس المفروض انه يبقى الاستاذ راضي. انا ما اعرفش هو اتاخر ليه. اول مره يتاخر. الاستاذ راضي اتنقل. وايه ده؟ الاستاذ راضي مضلكم على بياض. انت اسمك ايه؟ عزيز. عزيز ايه؟ يا سعاده البيئه الاهبال. مش عاوز ولا كلمه. فين التليفون هنا؟ تليفون فين التليفون؟ حصل ايه يا عزيز؟ في ايه؟ كويس ان سيادتك جيت. انا مندوب وزاره الشؤون هنا بدل الاستاذ راضي. اتفضل. السحب ابتدى من غير ما اكون موجود. ازاي ده؟ طب ممكن تشرفني في مكتبي نتكلم بهدوء عشان الناس كتير هنا؟ انا ليا اجراءات لازم اتخذها. من حقك، انا مكتبي تحت امرك. اتفضل. تعالى يا عزيز. حاضر. اتفضل. متشكر. يا سعاده البيه، انا ماليش ذنب. ما هو الاستاذ راضي. انا ياما حذرتك الاستاذ راضي، قلت لك 100 مره ما اسمعش كلامه. اذا كان هو مهمل كان مفروض تبلغني. سمعة مكتبي ما يستحملش الكلام الفارغ ده. يعني دي امضة راضي؟ وحياة اولادي هي. حد اساله سعادتك؟ يا سعادة البيه، انا في عرضك، كلمه عشان خاطر الاولاد. بأي وش اترجل بيه؟ انت مهما كان موظف عندي ودي حاجة تمسني شخصيا. معلش. طب اتفضل استريح بره شوية. حاضر يا سعادة البيه، انا تحت امرك. ربنا يسترها معاك. اتفضل. متشكر.
أنا آسف، أنا شايف بيه على اللي حصل. أنت مالكش دخل. سمياني في الحقيقة مش قادر أتخذ أي إجراء، لأنه هيمس زميل ليا من ناحية، ومن ناحية تانية أنا بعتقد إن العقاب ماهوش هدف في حد ذاته، ده وسيلة للإصلاح. يا سلام يا نشأت بيه. ما تصورش قد إيه أنا سعيد لإني هشتغل مع شخصية زي سيادتك كلها نزاهة وإنسانية. صدقني أنا كنت محرج. حاولي بس، حصل خير. وأرجو إن سيادتك تنبه عليهم إن الحكاية دي ما تتكررش تاني. تأكد إنها مش هتتكرر. ودلوقتي ممكن نبتدي السحب؟ طبعا. تحت أمرك. عزيز. نعم يا بيه. سعادة البيه سامحك، بس مش عايزها تتكرر تاني، فاهم؟ روح جاي السحب. حاضر يا بيه. ربنا يخليك يا بيه، ربنا يخليك يا بيه. اتفضل يا نشأت بيه. متشكر يا فندم. عن إذنك. كلهم كاملين؟ اه كاملين يا فندم. طيب طيب حطهم. حاضر. ايه اللي حصل؟ انا قلبي راح في رجليا. بعدين بعدين السحب هيبقى زي ما اتفقنا. اتفقنا ايه؟ انت هتودينا في داهيه. مشيها قانوني زي ما تطلع. اتفضل من هنا يا فندم. نبتدي السحب يا فندم. اتفضل. اعلن رقم الفايز. حاضر. الجائزة الأولى رقم 5744. امضي هنا يا أستاذ مصطفى. شغلني عندك أنت. معلش يا أستاذ. عارف مفيش فلوس. إيه يا أبو علي؟ شايفك منور النهاردة، أمسك الخشب. خير؟ ظاهر الدنيا لما بتضحك للواحد بتضحك له قوي، ولما بتكسر بتكسر له قوي. قول لي يا أبو علي، فرح قلبي. بصراحة يا مصطفى أنا بحب. أنت؟ آه. ياه، مش معقول، دي تبقى معجزة. أهو اللي حصل. ده أنت لو شفت الحب ماشي في شبرا تهرب على الأولى دي. اوصفها لي يا أبو علي. اتكلم عن شعرها، عينيها، قوامها. اللي عرفت تخطف قلبك دي ضروري ملكة جمال. هي حلوة أوي فعلاً، بس الجمال مش كل حاجة يا درش. المهم جمال الروح، الراحة، الراحة اللي بتحس بيها وانت غرقان جوه عينيها، الصفاء اللي في قلبها. الله الله الله، ده انت بقيت شاعر كمان يا ابو علي. اسمع، انت لازم توريها لي. ها؟ هيحصل. فتحية محمد جه، خالة المعلم محمد جه. بص يا رجالة على مهلكم. اتفضل. الحمد لله على سلامتك يا مخلوق. خالص. الحمد لله على سلامتك. يلا. بالراحة. بالراحة على الراجل. اتفضل. اتفضل. خش يا ابني. متشكرين قوي قوي. عشان ياخد بيدك. شوف بالسلامة إن شاء الله. متشكرين يا رجالة. حد منكم يغلط ويجيب سيرة رجله. وفاهمين؟ حاضر.
ألف حمد لله على سلامتك يا أبو حميد. الله يكرمك يا عبده. أبا أخف من أبا يا محمد، نحمده على كل حال. الحمد لله. بكرة تخف وتبقى عال، بس انت روق كده وربنا هيفتحها علينا وهتبقى الأشياء معدن، قال على رأي المثل لقمة هنية تكفي 100. الأمر لله. ولا تحمل هم يا محمد، أنا رقبة السدادة، ده احنا اخوات يا أبو حميد. عشت يا عبد. ما تفكها يا محمد أمه، ربنا ما بينساش حد يا أخويا. ونعم بالله بالحقيقة. الحمد لله اللي جت على قد كده، احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده ربنا بيحب، ده ربنا كرمه. دي كانت حادثة جامدة قوي، قدر ولطف. وانا حصلت كلها تحت امر. عشت يا زغلول. يا واد بطل لمات، فاكر يا محمد مش وحشتك لماتو؟ يلزم اي خدمة يا محمد. لا متشكر يا عبد. طب بقول ايه، خد الفلوس دي يمكن تحتاج حاجة. خلي فلوسك في جيبك يا عبد. يا راجل ده احنا اخوات، انا والحمد لله معايا فلوس كفاية قوي. خد، لو عاوزت حاجة هطلب منك، بس يعني كنت بقول ان قعدتك يمكن تطول شوية واحنا مش غرب عن بعض. تشكر، عينك للعوزة برضو يا عبد. طب استاذن انا احسن، عندي شغل مهم ولازم اخلصه، عن اذنكم. مع السلامة. تشكر. فتحية. دنيا خد يا ورعي، هات دس الشربات واسقي الحارة كلها. من عليا. وانت يا علي هات شوية فاكهة لمحمد. ده مش فاهم. وانت خد الجنيه ده عشانك. ربنا يكرمك يا سعادة. السلام عليكم. مع السلامة. انبصوا انبصوا يا رجالة. بقول يا فتحية، لو عزت أي حاجة أنا تحت أمرك. هو صحيح محمد بقى ظروف صعبة ويمكن قعدته طول شوية، إنما ما تحمليش هم، رقبتي سدادة من جنيه لمية. متشكرين يا سعد، ربنا ما يحرمنا منه. متشكر يا فندم. يعني ما شفتكش في النادي من الجمعة اللي فاتت. كنت مشغول قوي يا اكسلانس. قلبي عندك. ايه اخبارك؟ متهيألي الاخبار عند سعادتك. طول عمرك ذكي حتى ايام الدراسة. بلغني انك جبت موظف جديد في ادارة اليانصيب. فعلا؟ ليه؟ بيتهيألي ان العمل ده زي ما سعادتك عارف عمل فني، محتاج لوقت على ما يدرسه موظف جديد. كلام سليم. وده اللي خلاني عايز اسأل سعادتك، ايه السبب القوي اللي خلاكم تنفذوا النقل وبالسرعة دي؟ ابدا، مجرد تنقلات داخلية لصالح العمل. بس موظف اللي اسمه رادي ده كان كفر في عمله كده؟ لكن على العموم من مصلحة العمل، خصوصا الاشراف على عمليات سحب اليانصيب، يستحسن اننا نغير الموظف اللي بيقوم بالاشراف من وقت للتاني، لان العمل ده حساس زي ما انت عارف. يعني سيادتك شايف ان الموظف الجديد كفء للعمل ده؟ اعتقد كده. الدنيا دي كلها مستعانة يا صفية. يا سلام. وشك حلو عليا كده. حلو عليك بس؟ انت اول انسانة حسيت جمالها بقلبي وعقلي قبل عليا. وشك جميل وروحك جميلة وفكرك كمان جميل. على فكرة انا حشيك للصحافة. ليه بس؟ الطيب احسن. عشان بتغذي مصدرك الصح. هقول لهم انا شغلتي ما بدور على الحقيقة، وانا بقول الحقيقة. صدقيني يا صفية، قبل ما اشوفك كنت تايه وحيد، لكن بعد ما تقابلنا حققت خطوة كبيرة في طريق مستقبلي. ربنا يحقق لك كل أحلامك. السلام عليكم يا أجمل وأرق وأعظم منظر صحفي شفته في حياتي. الصحفية الطويلة العظيمة المليئة بالنجاح والمفاجآت واللحظة. اسمعوا أنا جعان. أهلا أهلا بأمشير اللي دايما يجي في زعبيبه. يا أخي كم بقى طلبنا لك غدا معانا، طب وما جاش ليه لغاية دلوقتي؟ عشان لسه طالبينه دلوقتي؟ والليه طالبينه دلوقتي؟ انتوا جايبيني عشان تعزموني ولا تعزموني؟ جعان جعان يا عالم جعان. ما تبطل زن يا مصطفى، الغدا زمانه جاي. افتن لك عليه؟ ده لسه واكل ثلاث سندوتشات كبده في المكتب. ياه سندوتشين بس يا ولسه جعان؟
دول سندوتشين قد كي 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 سندوتشات. انت مش قادر على الجوع، انت لسه واكل سندوتشين كبده. احمد ربنا يا اخي، ده نعرف ناس ما بتاكلش كفايتهم، بياكلوا كميه اكل ما تكفيش طفل بيرضع، وغصب عنهم لازم يشبعوا. فاكر يا مصطفى لما كنا في الملجا؟ فاكر. فاكر البنت الصغيره هي وزمايلها اللي ما كانوش بياكلوهم اكل كويس الا في المناسبات؟ فاكر فاكر فاكر. اهلا 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 هات. كل يا اخويا كل. ماني مالكم؟ هو ده اكل؟ نعم. ده تصبير على ميجي الغداء. ولا ايه ده؟ انت اتسرعت. خد. طب خد يا اخويا. حلوه. يا رب يا رب صبرني على بلوتي. زمان كنت بعرف قد ايه الواحد بيبقى زعلان ومتضايق لما ينقصوا حاجه، اكل ولا فلوس. كل دي حاجات عرفتها قبل كده وتعودت عليها، والدنيا مشيت ومشيت معاها. لكن عمري عمري ما فكرت ان الواحد هيحس بايه ولا يعيش ازاي. لو اتحكم عليه يعيش برجله واحده ويخسر راس ماله بسبب رزقه، بتبقى صعب صعب قوي. خساره اميد، خساره. انا خلاص خلاص اتغيرت خالص. لا انا مش عايز اتغير. ايوه انا مش عايز اتغير، انا كويس انا كويس قوي. انا لسه محمد. ايوه لسه محمد. انا بقول ايه؟ لا انا خلاص، انا بقيت ما اسويش اي حاجه، لا اسوي عكاز حتى لو عكازه في يد مني، لان من غيره ما اعرفش اعمل ايها حاجه. لكن برضه عمري ما حمد ايدي لحد، عمري ما حرمي حملي على حد ابدا. هفضل زي ما انا مهما يحصل، حتى لو بعت فردة عكاز وعكست على التانية. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اقعد يا راجل، خيلتني. مالك يا ترى هيعمل فينا ايه دلوقتي؟ نعرف اهو جه. الست والبيه موجودين؟ ايوه يا فندم، اتفضل. بونجور مدام. اهلا. راضي ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. وحشتوني، ازيكم؟ الحمد لله. اتفضل. اهلا وسهلا. اقعد يا راجل. متشكر. طبعا سيادتك جاي عشان تطردنا من الفيلا، احنا عارفين. ازاي تقول الكلام ده؟ عشان راضي بالنسبه لك ما بقالوش اهميه. ميرسي. لا يا راجل، انت طول عمرك هتفضل مهم عندي. بالعكس، كل يوم اهميتك بتزيد. مش فاهم ازاي يعني. انت دلوقتي بتشتغل في الارشيف مش كده؟ ايوه. مع الاسف. اسف ليه؟ دي حاجه كويسه قوي. تعرف الارشيف ده عباره عن ايه؟ هيكون ايه؟ مخزن محطوط فيه شويه ورق. او شويه الورق دول اللي عايزك تجيبهم لي. مش فاهم. كشوفات السحب وصلات استلام الورق الكسبان اللي انت عارف كويس ان فيها تزوير، مش ده يبقى فيه خطر كبير علينا لو حد لقى؟ مظبوط. شفت ازاي انت مهم جدا بالنسبه لي؟ قصدك ان اجيب لك الكشوفات دي؟ دول يسجنوني. شهيرة هانم، جوزك هيفضل خواف لامتى؟ انا دايما بقول له كده، شوية ورق في مخزن، مين هيدور عليهم؟ دي حاجة ما فيهاش أي خطر. لا، بالعكس، في خطر، وخطر كبير كمان. هو لازم ياخد باله من نفسه كويس. تمن الخطر ده أنا هدفعه، 10,000 جنيه. إيه؟ شوية؟
اديني فرصه افكر. طب استاذن. ادهم بيه، انا كنت عاوزه اترجاك في حاجه بسيطه. تحت امرك. يضايقك انك تكتب عقد ايجار الفيلا باسمي؟ عشان طبعا ما تقدرش تكتبه باسم راجي. بس كده؟ دي حاجه بسيطه خالص. وطبعا اذا ما كانش يضايقك الفرش تكتبه باسمي، هادي حاجه بسيطه قوي. فعلا دي حاجه بسيطه قوي. تحت امرك. بس مقابل كده انا عايز الكشوفات الجمعه الجايه زي النهارده بالظبط. قلت ايه يا رادي؟ طبعا طبعا كل حاجه هتبقى جاهزه، مش كده يا رادي؟ حاضر. كنت هنسى، بعد ما كلمتكم في التليفون الصبح وانا فايت على الجواهرجي عجبتني اللعبه الصغيره دي قوي. علشانك. علشاني انا؟ ميرسي ميرسي قوي. ما تتعبوش نفسك، انا عارف سكتي كويس قوي. رفوار رادي. شايف يا رادي؟ شايف حلو قد ايه؟ شايف؟ حلو. والبيانات اللي جابها عزيز عنه بالاضافه للمعلومات اللي حصلت عليها بطريقتي الخاصه تبشر بالخير. نشأة سيبهولي وانا هخليه يجي لك لغايه عندك. بس لازم نكون في غايه الحرص، احنا ما نعرفش عنه الا المظاهر اللي قدامنا بس. انا ليا طريقتي وبكره تشوف. نشأة مين يا ادهم بيه؟ مفيش حد يقدر يقف قدام نوجا ابدا. بس نبتدي منين؟ ده مهم قوي. زي العاده نتعرف بالموظف الجديد ونعزمه على حفله التعارف. نوجا، انا بيتهيألي انت هتقدري تخلي نشأة ده يبقى حبيب مخلص جدا. انا بيتهيألي كده، انا خدت بالي منه في الحفله وكان بيبص لي قوي. وتبتدي قصه عاطفيه عظيمه. بس خلي بالك اقل غلطه ممكن تودينا في داهيه. عيب ده، انا نوجه.